السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسعد الصباح ديال جميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي فشلونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش في الجولة الصباحية. عيد مبارك سعيد لجميع المشاهدين اللي فشلونا سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام، أكيد نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام، أتمنى أن الجميع يكون على ما يرام، وتحياتي للجميع. إذا نشوفوا الأجواء الجميلة والرائعة في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. عيد سعيد للجميع، الله يدخل علينا بالصحة وطول العمر وكل ما تمنيتو إن شاء الله. أبو سلمى تحياتي لك ومرحبا بك، عيدك مبارك سعيد. فريد الشوكة مرحبا بك، ويسعد الصباح كما قلت هادو المتابعين الاوفياء. مدينة العرائش فهي شبه خالية الان من الساكنة ومن الناس. بطبيعة الحال الاجواء تذكرنا خي رامي بالحجر الصحي. الحمد لله طلبهم الله اننا ما رجعوش الحجر الصحي وما رجعوش ديك الايام ديال الحجر الصحي، وما ادراك ما الحجر الصحي، لان التداعيات ديالو خطيرة وصعيبة بزاف. أكيد أن المغاربة ذاقوا مرارة الحجر الصحي، إن شاء الله المغاربة غادي عايقين، وإن شاء الله غادي يديروا الاحتياطات الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا، ونديروا اليد في اليد على السلطات المحلية مع الحكومة ومع السلطات في جميع المدن المغربية، إن شاء الله نتغلبوا على ذلك. إذا نعودوا للأجواء ديال العيد، الأجواء ديال العيد المبارك سعيد. الله يدخل علينا بالصحة وبطول العمر وكل ما تمنيتو، أكيد متبين الأوفياء. الله يرفع علينا هذا الوباء. هذا أجواء ديال العيد، عيد مبارك سعيد للجميع كما كتشاهدوا مباشرة من مدينة العرائش، المدينة الجميلة. جينا خويا في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك. هذا هو الشارع الرئيسي، شارع عمر بن عبد العزيز. عمير وعليكم السلام، تحياتي لك ومرحبا بك من مدينة العرفة. تحية للمتسبيل الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. عيد مبارك سعيد للجميع، الله يدخل علينا بالصحة وبطول العمر بكل ما تمنيتو، أكيد متبين الأوفياء. عيد مبارك سعيد أبو سلمى، تحياتي لك جميع المغاربة والمتسبين الأوفياء كما كتشاهدوا الآن مباشرة من فابريكا الطحين. أجواء كاملة في مدينة العرائش في الجولة الصباحية. مدينة خاوية، محلات تجارية وكذا، المقاهي والمطاعم في أغلبها فهي مسدودة أو مغلقة. صباح النور أخي حليم، صباح النور خي عبد الحليم، تحياتي لك وبشر مباركة. ابراهيم وعليكم السلام، عيد مبارك سعيد لكم متبين الاوفياء، متبي قناة شوف تي في اللي كنحييكم. بطبيعة الحال الصوت ديال شوف تي في غطى العالم، الصوت ديال شوف تي في وصل البقاع ديال العالم، واكيد انه وصل لكل دار وكل مدينة في العالم. المباشرة في هذه الجولة من شارع محمد الخامس. مباشرة في هذه الجولة الجميلة عبر شوارع وأزقة مدينة العرائش. نشوفوا الأجواء في مدينة العرائش كما كتشاهدوا، فالدنيا خاوية والشوارع خاوية وخالية. الناس باقا معيدين، أكيد متبينا الأوفياء، الناس باقا معيدين. رشيدة من مدريد، تحياتي لك أخت رشيدة ومرحبا بك، عيدك مبارك سعيد، الله يدخل عليك في الصحة وطول العمر وكل ما تمنيتيه، أكيد أختي
رشيده زبير وعليكم السلام. دينا زلنا متبعين في هذا البث المباشر والحصري المباشر من شارع محمد الخامس، شارع محمد الخامس كما تشاهدوا فهو خالي من الناس من المواطنين. بنا خاوية الآن في اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، الله يدخلوا عليكم وعلينا وعلى الجميع وعلى طاقم شوف تيفي بالصحة وبروقي إن شاء الله وبالزهار، وإن شاء الله أفيدة تبقى قناة شوف تيفي القناة الأولى في المغرب بفضل المتبعين ديال الأوفياء بفضل المجهودات الجبارة اللي كيقوموا بها الطاقم الإداري والمراسلين وكذلك. مرحبا بك خايا عبد الحليم من وزان ومرحبا ساكنة دار الضمانة، توجهوا الآن بساحة التحرير، الساحة الجميلة كما كتشاهدوا خاوية ساحة التحرير من الناس. الأجواء الجميلة والرائعة بالمدينة بمدينة العرائش وهي خاوية، الناس اللي كتعشق الجولات وخصوصا الجولة في الصباح هذه الأجواء الجميلة. كاين ناس بالفعل كاين ناس كيعشقوا أنهم يخرجوا يدوروا يخرجوا يتساراو في الصباح بكري، خاصة في هذا الوقت يلقاو الراحة ديالهم بطبيعة الحال. عبدو تحياتي لكم، مرحبا بك، مرحبا بقلعة مكونة وساكنة قلعة مكونة. هذه الأجواء الجميلة شوارع مدينة العرائش في الجولة الصباحية، جل المحلات التجارية وجل المقاهي أغلبهم فهم لا زالوا مقفلين في وجه المواطنين. الكل كيعرف أجواء ديال ثاني عيد وثالث عيد، الناس كيكونوا باقين معيدا باقين محتفلا باقين مع الحولي او باقين مع الخوف. كل شيء باقي مسدود، كل شيء باقي معيد، سر على الله. مدينة العرائشية هذه، مرحبا بكم متبعين الاوفياء في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة العرائش، مدينة الجميلة والهادئة، المدينة الساحلية. إذا كما كتشاهدوا بالضبط من شارع محمد بن عبد الله معروفة بميريستات، كما كتشاهدوا متبعين الأوفياء جل المحلات التجارية فهي مغلقة وكذا المقاهي والمطاعم. اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، كنشكر جميع المشاهدين اللي كتشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش، نتمنى أنكم تكونوا على ما يرام أكيد، وتحياتي للجميع.